السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي أنا عامر كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنقدم مع بعض وصفة تحفة، فراخ مشوية بس على إزازة البيبسي أو إزازة الحاجة الساقعة. يعني عايز أقول لكم ريحتها تحفة، وتشاوت في الفرن في يعني في ساعة إلا تلت تقريبا، يعني 35 دقيقة طلعت بالجمال ده ومن جوه مستوية. وسر الخلطة بتاعتها اللي بيخليها ريحتها رهيبة جدا، وكمان الازازة لا بتتكسر ولا بتفرقع. وتعالوا نشوف مع بعض، هنقدم كمان سفرة تحفة جدا جنبها. زي ما انتوا شايفين كده السفرة بتاعتنا ما شاء الله كاملة فيها كل حاجة. الرز بالخلطة عملنا النهاردة، رز بالخلطة تحفة. هتشوفوا دلوقتي الطريقة بتاعته سهلة قد ايه وجميلة جدا، بالكبد والقوانص بتاعت الفراخ وبالمكسرات كمان، وفي سلطة كوليسلو عملناها مع بعض كتير، وده مخلل رمضان اللي احنا مخللينه كتير قبل رمضان. هعمل كمان جنبيه المانجا، عصير مانجا تحفه قوي. يلا بينا نبدا ونشوف الطريقه بتاعتنا عامله ازاي، وازاي هنشوي الفرخه على ازازه البيبسي الحلوه دي. معايا هنا فرخه في حدود كيلو ونص او كيلو 700 جرام، ما تزيدش عن كده عشان لما تتشوى تستوى من جوه كويس. هحط لها هنا تتبيله حلوه جدا جدا هعرفكم عليها دلوقتي. انا كنت عاملاها في تفريزات رمضان، فطبعا جيت اسويها معاكم عشان دايما بيطلب مني سوي الحاجات اللي بتتبليها معانا في الفيديوهات، فعشان ما تهوش انا دلوقتي يعني هختصر لكم التتبيله مع طريقه التسويه، وباذن الله هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف التتبيله عامله ازاي. انا هنا معايا بصلتين، هاخد بس بصلتين متوسطين مقطعهم مكعبات، وكمان معايا اتنين طماطم، ومعايا كمان قرن فلفل اخضر بس البارد مش الحامي، وهستخدم كمان علبة زبدية واحدة. التتبيلة دي سهلة جدا، تقدروا تعتمدوها يعني في تتبيلة فراخ كتير قوي، سواء هتشوها في الفرن او على البوتاجاز او حتى في صينية مع خضار تبقى ممتازة قوي. دلوقتي هنقول على البهارات. انا هنا مستخدمة معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر والثوم البودرة، البصل البودرة والكاري، وكمان هاخد معلقة بابريكا. الكمية دي من البهارات هتكفي فرختين، فانت لو بتعملي فرخة واحدة هتقللي البهارات للنص، يعني نص معلقة صغيرة من كل اللي احنا قلناه. وحطيت كمان معلقة كبيرة من الملح. في الكبة او في محضر الطعام بتاعي هحط علبة الزبدية، وكمان هحط ربع كوباية من عصير البرتقال، بتفرق جدا في طعم الحاجات المشوية في الفراخ بالذات. وهحط قدهم خل، يعني ربع كوباية من الخل، وقدهم برضو ربع كوباية من الصويا صوص، وهحط كمان ربع كوباية من زيت الزيتون. فالربع كوباية او معلقتين كبار، انتوا هتلقوا يعني المقادير بالشكل ده، السوائل كلها ربع كوباية او معلقتين كبار لكل فرختين مش لفرخة واحدة. وهستخدم كمان معاهم معلقتين كبار من عسل النحل. عايز اقول لكم يعني بيدوا تسكيرة بسيطة جدا جدا، والاهم من التسكيرة ان هو بيدي لون حلو جدا للمشويات، والفراخ بتطلع تحفة زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، الفرخة يعني واخدة لون كرملة تحفة قوي. حطيت هنا معاهم البهارات كمان، هضربهم كويس ضربة كويسة قوي، وبعد كده هنزل بالبصل والطماطم والفلفل الاخضر. يعني بصوا هتطلع كده عبارة عن خليط ريحته حلوة جدا جدا. تقدروا كمان تحطوا توابل تانية او تشيلوا من التوابل يعني براحتكم. وده كده تتبيلة الفرخة بتاعتنا للشوي، سواء بقى تشويها زي ما قلنا في كيس حراري مثلا، هتشويها على الازازة زي ما هنعمل النهاردة، يعني هيبقى عندك تتبيلة حلوة تستخدميها زي ما انت عايزة. اهم حاجة ان انت بتدخلي كل التتبيلة ما بين اللحم والجلد، زي ما انتوا شفتوا كده انا حاولت افصل الجلد عن اللحم، وكمان هحط ما بين الاوراق بيبقى فيه تجويف كده عامل زي الجيب، برضو تمليه كده من التوابل بتاعتك، وكده الفرخة بتبقى عندك جاهزة، وتحشيها برضو على قد ما تقدري من جوه. انا هنا بشيل الفراخ بتاعتي طالما هي في التتبيله ومعاها تتبيله سايله، بحطها في اكياس محكمه الغلق زي ما انتوا شايفين كده، بتحفظها في الفريزر من غير ما تنقط، من غير ما تسرب، ومن غير كمان ما تاخد لون او سوري ريحه من حاجه تانية او تطلع ريحه للحاجات اللي جنبها. بس خلاص كده، وتعالوا بقى نشوف الطريقه بتاعتنا. خلاص زي ما شفتوا التتبيله كده بالظبط، هي ما شاء الله حلوه جدا، تنفع على اي يعني اي طريقه شوي فراخ. الاول انا طبعا هشويها على ازازة البيبسي كده زي ما شفتوا في العنوان، يعني عندي ازازة بيبسي عادية جدا اهي، الازاز بتاعتنا اللي احنا كنا بنبدلها زمان دي، هدخلها التلاجة تسقع عشان نشربها. هنشوف بقى دلوقتي هنشوي على ايه. اكيد طبعا هنشوي على ازازة فاضية، تمام كده، هي بس منظر الازازة كان لشد الانتباه في الصورة مش اكتر والله. اي ازازة عندك على فكرة مش لازم تبقى ازازة بيبسي، بس هي مشهورة جدا شوي الفراخ على ازازة بيبسي، لان العنق بتاعها ضيق كده، فالفرخة بتبقى مرتاحة اكتر وهي قاعدة على الازازة لان حجمها رفيع. طب انا ما عنديش ازازة بيبسي ومش عايزة اشتريها،
هقولك على بدائل حلوه جدا ممكن تشتغلوا. ازازه الكاتشب، ازازه الكاتشب اكيد يعني بنجيبها كتير للولاد في البيت، ما عندناش ازازه كاتشب، هنشتغل ببرطمان عادي جدا اهو، مطرح الصلصه، مطرح مربى، مطرح اي حاجه، برطمان ما يكونش من التخين قوي واللي هو كبير جدا بتاع المخلل، لا برطمان عادي قوي اهو بتاع حجم الطماطم وحجم المربى. طب ما عندناش كل ده، انا بصراحه ممكن نستخدم كمان الصينيه اللي ليها تجويف من النص، تلبسي الفرخه عليها كده من فوق، والاحسن ان يكون الجزء ده مغلق. انا عندي صينيه زيها بالظبط بس الجزء اللي من فوق ده يعني مغلق زي الصينيه عادي جدا، فكنت بلبس الفرخه كده بالشكل ده، بتفضل واقفه تتشوى في الفرن، بتبقى حلوه جدا برده. بس انا مش عايزه اسخ الصينيه دي بصراحه لان هي جديده، فهستخدم ازازه البيبسي الحل البديل الجميل قوي ده، طبعا مغسوله كويس مطرح البيبسي. وهنبدا دلوقتي نحط لها ميه لان لازم تتملى ميه. انا هشويها في صينيه عاديه جدا اهي، صينيه الومنيوم، بس بصراحه انا هدهنها او يعني هغلفها بورق فويل عشان احافظ عليها ما يجرى لهاش حاجه. اهو يعني ما هو الا تغليفه للصينيه بتاعتنا بالشكل ده. الازازه بتاعتي اهي، انا حاملاها ميه سخنه، ما تقلقوش خالص انها تفرقع في الفرن، مهم جدا ان احنا نحط لها ميه سخنه مش ميه بارده، وبرده ما نملهاش للاخر، يعني زي ما ازازه البيبسي بتبقى جايه لنا مش مليانه للاخر، احنا كمان يعني ايه هنفضي شويه. استنى امسكها بحاجه. اهو كده خلاص، وهطلع الفرخه اهي من الكيس بتاعها والتتبيله بتاعتها، وهبدا البسها للازازه بالشكل ده. الفرخه متبله حلو جدا جدا. بصوا بقى اللي انا هعمله مهم جدا ان هو يتعمل، ان الرقبه دي تتشال، لان الازازه الطرف بتاعها لازم يكون فوقيه فاضي، يعني تكون الفرخه مجوفه من فوق. تكتفي ان انت تدني الرقبة بس مش لازم تشيليها للاخر، بس انا كده كده هشيلها لان احنا اصلا محدش بياكلها. اهو انا كده لبست الفرخة على الازازة وبقت قاعدة كده مرتاحة جدا. هندخلها بقى الفرن بتاعنا اهي، بس هحط لها شوية مية من تحت اهو بالشكل ده، هي تكون سخنة حاجة بسيطة جدا، يعني مش هنغرقها ولا حاجة، هما دول. لو لقينا الفرخة محتاجة أثناء التسوية ان هي تضاف لها مية عشان يسهل السوا شوية، هنضيف بالتدريج هنا مية سخنة في كل شوية كده لحد ما الفرخة تستوى معانا وتبقى زي الفل، مش هنغطيها ولا اي حاجة. انا بس حابة اوريكم شكلها اهو، داير ما يدور بالشكل ده، ممتازة جدا وهتستوى 100%. يلا بينا ندخلها الفرن. انا هنا مشغلة الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة من تحت بس، وفتح المروحه كمان اهو اللي انتوا سامعين صوتها دي، حط الشبكه على الصاج اللي بيكون فوق اللهب على طول. هحط الصينيه بتاعتي بقى فوق الصاج ده عشان ادي مساحه كبيره للفرخ انها تقف، لان طبعا هي على ازازه فبتبقى اللي عايزه مساحه كده بالطول. تعالوا بقى نحط الفرخه. بالشكل ده كده دخلنا الفرخه بتاعتنا اهي، مش لامسه الشبكه الشوايه يعني ولا حاجه، اهو في لسه مساحه. هسيبها اول نص ساعه بس فاتحه النار من تحت، وبعد كده هفتح الشوايه مع النار اللي من تحت. بما اننا النهارده هنعمل فرخه مشويه، فقررت اعمل جنبها رز بسمتي، لكن رز بالخلطه اللي هو بالكبد والقوانص بتاعتنا الحلوه دي. هستخدم هنا مكسرات، اي نوع مكسرات عندك حتى السوداني ينفع، وهستخدم كمان هنا زبيب. فاول حاجه هشتغل فيها هو الزبيب عشان بس بيحتاج نقع شويه.
بما اني كنت مسخنه ميه هنا للفراخ، فهنقع فيها الزبيب اهو. هاخد شويه صغيرين قوي يعني كبشه كده بالايد، انا مش محتاجه اكتر من كده اهو. دول طبعا لما بيطولهم الميه بينفشوا وحجمهم بيعلى اكتر من كده. احط لهم الميه واسيبهم على جنب بقى دلوقتي. هخليهم جنبي هنا وهغطيهم. بالنسبة للمكسرات، اول حاجة انا هعملها في المكسرات وهي ان انا هحمرها. تعالوا بينا نحمرها على النار عشان نخلص منها وتبقى جاهزة. هحط هنا الطاسة على النار، هحط فيها معلقة واحدة بس من السمنة اللي هحمر فيها المكسرات، وبعد كده بنزل بالمكسرات بتاعتي. على فكرة هي نية مش متحمصة، يعني انا جايباها من المقلة نية مش متحمصة. البندق بس يمكن هو اللي اديته تحميصة بسيطة عشان اعرف اقشره، لان هو كان جاي بقشره يدوب. بس اول ما يسخنوا في السمنة الحلوة دي هرفعهم من على النار وهيكونوا معايا جاهزين. بس كده خلاص، اخدت تشويحة حلوة جدا، ريحتها طلعت كمان وبقت ممتازة. كفاية قوي عليها لحد كده عشان برضو ايه ما تتحرقش مننا. عندي مية هنا اهي هتدخل في الغليان، هنزل فيها ايه، هنزل فيها القوانص اهي، دي قوانص بتاعت بط، فهي تلاقوها ايه لونها احمر شوية. حاطة معاها كمان بصلتين صغيرين بالشكل ده، هديهم بس غلوتين عشان القوانص بتبقى قاسية شوية محتاجة سوا بزيادة. هحط لها كمان رشه فلفل اسمر، يا دوب بس تغير لونها في الغليان، وهشيلها على طول عشان نحمرها مع الكبده. بصوا فتحت على الفرخه هنا ابص عليها، ما عداش غير يعني ربع ساعه 12 دقيقه من ساعه ما دخلناها. الجناح بدا يحمر اهو، وانا حطيت هنا شويه ميه تاني على فكره لان الميه نشفت. الميه دي البخار بتاعها هو اللي هيسوي الفرخه بتاعتنا، بدل ما تنشف 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 وما تلاقيش سوائل تسويها، الميه اللي بتصعد من هنا هي او البخار بتاعها هو اللي بيسوي الفرخه. طبعا كل شويه لازم اقلبها برضو عشان الحراره تبقى متوزعه، وهقفل عليها تكمل سواها. هنا القوانص بتاعتي على النار، وكمان الفراخ في الفرن. انا هعير هنا كوبايتين من الرز او كوبايه ونص بصراحه، يعني لان الكم ده هو ده اللي بيكفينا في الفطار او يعني في اكله يوم واحد. انت بقى لو بتستخدمي اكتر من كده طبعا بتضعفي من مقادير بتاعه الميه مش اكتر، لكن البهارات غالبا بتكون هي هي الكميه. هغسل الرز بس كويس جدا جدا واسيبه يتصفى في المصفى دي، وبعد كده هنشتغل بيه على طول مش هنقعه. اهو انا كده غسلته وهسيبه لحد ما نبدا في الرز. هنا انا حطيت مكعبين بصل كده من اللي احنا مجمدينهم في الفريزر، بينفعوا جدا جدا جدا. حطيتهم في الحله اللي انا هسوي فيها الرز، وهحط عليهم معلقه كبيره مليانه كده من السمنه. هعمل النهارده الرز بالسمنه، يبقى الاكل كده كله بالسمنه يبقى طعمه حلو. يا دوب بس يتحمروا حاجه خفيفه جدا جدا، هنبدا بقى نحط بقيه المكونات بتاعتنا. البصله خلاص فكت من بعضها بالشكل ده، قبل بقى ما تدخل في تحمير هضيف لها البهارات عشان تتحمص معاها. كل اللي انا محتاجاه يعني نص معلقه صغيره من القرفه، يعني ايه اهي قرفه بتليق جدا جدا مع الرز اللي بالخلطه. وهحط زيهم كبابه صيني بس دي مطحونه، تمام، برده حلوه جدا بتدي تسكيره كده على خفيف جميله جدا. وطبعا فلفل اسمر مفيش غنى عنه. ممكن على فكره تحطوا عود قرفه السيجار بدل ما تحطوا بودره لو حابين النكهه اقل شويه من طعم القرفه القوي بتاع البودره. وطبعا بتشيلوا عود القرفه بعد ما بتسوي الرز تماما. هقلب بقى ويبقى كده البهارات دي كلها هي اللي هتتحمص معايا وهتدي طعم حلو قوي. ريحتها كمان هتطلع دلوقتي لما تسخن مع البصل. ضيف عليهم مكعبين مرقه من اللي احنا عاملينهم في البيت، لان انا ما عنديش مرقه يعني اسقي بيها الرز. لو عندك طبعا هيكون حلو جدا وطعم الرز حلو قوي. انا ببقى مغلفه المرقه بالشكل ده اهي، يا دوب بس بفكها من الاسترتش اللي عليها
وهي متجمده، وبحطها هي بتفك بقى وبتسيح مع نفسها اثناء التسويه، وبتدي نكهه جميله جدا جدا. اهو كده المكعب التاني. خلاص كده، خلاص كده كل حاجه اتحمرت بقت جميله جدا اهو. المرقه يعني لسه بتاخد شويه عشان تاخد على حراره الجو كده، بتسيح اهي مع نفسها، لكن البصل قاعد يشكشك كده والريحه تحفه بجد. هنزل بقى بالرز اللي احنا غاسلينه ومصفيينه كويس جدا، لكن انا مش نقعاه، تمام؟ هسيبه بس يتغلف كده بالدهون اللي احنا حاطينها مع البصله، ياخدوا من طعم بعض، وبعد كده هشربهم بالطريقه العاديه جدا. حط الملح بتاعنا قبل ما ننساه. وعايزه اقول لكم البصل بجد تحفه في الرز اللي بالخلطه. جربوا كده تعملوا البصل في الرز البسمتي، في اي وصفه رز بسمتي، حتى اللي احنا عملناها اخر مره في الروتين كانت تحفه. اي بصل بيتحط في الرز البسمتي بيغير طعمه، بيخليه جميل جدا. هحط له الميه هنا عشان بقى يتشرب، مش هزود كتير قوي عشان ما يعجنش، يعني يبقى مفلفل احسن. والرز البسمتي يعني قليل قوي لما بيعجن، بس احتياطا حطينا له ميه مغطياه بحاجه بسيطه جدا كمان. هنسيبه يغلي وبعد كده نوطي عليه خالص عشان يتشرب. تعالوا هنا بقى نعمل الكبد والقوانص. انا هنا عندي معلقه سمنه، هحط لها معلقه كمان عشان نبدا نحمر الكبد والقوانص. القوانص عندي اخدت الغلوه اللي قلت لكم عليها اهي، يعني كل ما تكون واخده سوا شويه عن الكبد كل ما تستوي معانا احسن بكتير، لان هي طبعا يعني ايه قاسيه شويه عن الكبد، فبتحتاج سوا شويه. هشوحها تشويحتين زياده وبعد كده هنزل بالكبد النيه. بصوا ما شاء الله اتحمرت حلوه قوي وبتطرطش كمان. هنزل بقى بالكبد، هوسع بس مكان كده عشان الكبد نيه، هتبدا بقى تاخد تشويحه حلوه. اهو الكبد عندي كامله، يعني مش متقطعه ابدا عشان بس ما تنزلش زفارتها وهي متقطعه. اول بس ما اتغير لونها هبدا اقلب، مش هقلب دلوقتي خالص. بصوا الكبد اهي غيرت اللون، هبدا بقى اقلبها بالراحه خالص برضه عشان ما تتهراش، مش اكتر يعني. بس ده في حاله ان انا حطيت الني وشلت المستوي في ساعتها، لكن انا كده كده المستوي لسه بيكمل سواه، فالنار لسه مفتوحه تحتهم كلهم، فما فيش حاجه هتتاثر. هديها بقى تلوين كده من كل الجوانب اهو، لحد بقى ما اقلب كله على بعضه كده، وهنزل عليهم بفص ثوم يديها نكهه حلوه جدا جدا. بصوا ده ثوم بالزنجبيل اللي احنا شايلينه مع بعض من تفريزات الثوم، ريحته تحفه بجد. يعني دول عباره عن فصين كده، لو ما عندكيش بتحطي ثوم العادي خالص مفروم، بيبقى نكهته وطعمه حلو قوي مع الكبد والقوانص. هنبدا نحط البهارات بتاعتنا، هي هيها اللي حطيناها على الرز، بس هنقللها طبعا، يعني حاجه بسيطه كده من القرفه وحاجه بسيطه من الكباب الصيني والفلفل الاسمر، وادي الملح، حاجه بسيطه برضو على قد الكبد والقوانص. هو زاد مني شويه بس ان شاء الله يبقى مظبوط. يعني الريحه بقى بتبقى تحفه، والكبد عشان اسهل التسويه بتاعتها. بصوا هي ما بتاخدش وقت، بس مجرد اتشوحت بعرف اقطعها كده بالمعلقه اللي معايا قطع كبيره عشان ما تتهريش. عايزه اقول لكم ان انتوا حذاري تحطوا الكبد والقوانص مع الرز اثناء التسويه، بيبقى صعب جدا جدا، بيبقى طعمه يعني فيه زفاره عاليه قوي. فكل حاجه تتسوى لوحدها وبعد كده نضيف كل حاجه على بعضها، مفيش مشكله. بصوا الكبده من جوه لسه نيه، فانا قطعتها اهو بعد ما مسكت نفسها عشان تاخد السوا بتاعها المظبوط. الكبده يا دوب اتشوحت وخلاص، هتكمل سواها على مهلها. وهنا كنت مقطعه مانجا
هعملها عصير اهو، هحط لها ميه وشويه سكر وهيبقى كده العصير بتاع النهارده جاهز معانا. بصوا بقى الفرخه خلصت في مسافه ما كنا بنعمل كل الاكل اللي جنبها. بصوا اتحمرت بزياده حبتين لكن ريحتها حلوه جدا جدا. بصوا هنا كمان بدا بقى الميه تقل لكن الصوص بتاعها والدهون كلها تنزل تحت. لو عملنا بقى حركه بسيطه كده، خدنا من الدهون دي ودهننا بيها الفراخ بالشكل ده كده هتديها لمعه تحفه. بس خلاص، والدهون اللي تحت دي بتترمى، يعني ما بتتاكلش، يعني ممكن بقى تحطه تحت صينيه بطاطس ولا حاجه لو حابين، لكن يعني الاكل النهارده ما كانش مستاهل ان انا اضيف بطاطس، فاكتفينا بالفرخه والرز وكمان في سلطه والعصير اللي احنا مقدمينه. بس خلاص الميه جوه الازاز عايزه اقول لكم لسه زي ما هي، يعني ما قلتش خالص. الميه كانت جوه عماله تغلي اثناء التسويه، كنت شايفه الميه بتغلي كده. انا غرفت الرز بالخلطه اهو، ما شاء الله طالع تحفه. بصوا والكبد والقوانص استوت حاجه كده جميله جدا مع المكسرات كمان اللي احنا حطيناها، ريحته حلوه قوي. ريحه البهارات الخفيفه اللي احنا حطيناها، القرفه والكباب الصيني، مخليه ريحته جميله جدا. وكمان الفرخه معانا استوت اهي، بصوا بتدوب، يعني انا نقلتها بالعافيه من على الازازه. الورك ده اصلا بصوا كان مقطوع لوحده وانا بشيله، ما شاء الله مستويه واخر جمال. دي كانت سفرتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. قدمناها كمان جنب سلطه، سلطه مايونيز عملناها في الفيديو اللي فات على طول، وكمان مخلل رمضان. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.